صباح طيب وكله خير على حضراتكم. ودلوقتي جه ميعاد نشرة الطقس بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال البلاد وحتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. ولسه مكملين يبدو كده إن في انخفاض في درجات الحرارة، فطمنينا أكتر عن حالة الطقس. هو بالفعل من أمس بدأت تنتهي موجة ارتفاع قيم درجات الحرارة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، وبدأ كمان قيم درجات الحرارة خلال فترة الليل نحس فيها ببعض البرودة، لأن احنا بدأنا نتأثر بالكتل الهوائية الشمالية اللي معظمها قادم من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل دي معتدلة ومنخفضة في قيم درجات حرارتها بالشكل الكبير، كمان بيأثر علينا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي ده بيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة اللي بتحجب جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم، فده بيساعد بشكل كبير على انخفاض قيم درجات الحرارة. يمكن كمان المناطق الجنوبية شهدت بالأمس حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وده كان وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن كان في تنويه بالأمس عن سقوط أمطار رعدية. الأمطار الرعدية دايما بيكون معها رياح هابطة، الرياح الهابطة دي بتأدي لزيادة سرعات الرياح على سطح الأرض، وده أدى لإثارة الرمال والأتربة بشكل كبير في المحافظات الجنوبية، ويمكن أدى لتدهور وانخفاض رؤية أفقية في محافظة أسوان. تم إغلاق بعض الطرق زي الطريق إنا الغربي والشرقي، وبعض المناطق كمان من طريق إنا سفاجة وإنا الغردقة نتيجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. لكن احنا عندنا المناطق الشمالية فيها استقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير، وده مكمل معنا كمان خلال الأيام القادمة، يعني محافظات السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، المحافظات دي فيها استقرار بشكل كبير في الأحوال الجوية، استمرار قيم درجات الحرارة اللي تعتبر حول المعدلات أو أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي من درجة لدرجتين، وده اللي هيكون موجود معنا اليوم، لأن اليوم العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 31 درجة مئوية. فبالتالي إحساسي بالطقس وخاصة في وقت الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي هيكون طقس حار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، أيضا بعض المناطق من محافظات شمال الصعيد، طقس دافي إلى مائل الحرارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، طقس شديد الحرارة في محافظات جنوب الصعيد، ده بيكون فترة النهار وإحساس بقيم درجات الحرارة. فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس طبعا يكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، الانخفاض ده محسوس أكثر فترة الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، في برودة موجودة في الجو خاصة في المدن الجديدة الأماكن المفتوحة، المحافظات اللي بيكون لها ظهير صحراوي أجواءها مائلة للبرودة بشكل كبير، يمكن الأجواء المائلة للبرودة دي موجودة في معظم محافظات الجمهورية، لأن كمان اليوم متوقع معنا نشاط للرياح، يمكن ده عنصر تاني في الحالة الجوية في معظم محافظات الجمهورية. دايما وجود نشاط للرياح فترة المساء ساعات الليل ده يلطف الأجواء ويحسسني بالبرودة فترات الليل، ممكن نلاقيه مثير لبعض الرمال والأتربة في المحافظات الجنوبية اللي عليها سحب رعدية بشكل كبير، لأن اليوم كمان متوقع استمرار عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتقلبات الجوية في المناطق الجنوبية. يعني مكملة معانا لحد إمتى يا فندم؟ هي الأمطار مكملة معانا اليوم على محافظات وسط وجنوب الصعيد، خليج العقبة، مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، ومناطق من جنوب سيناء. أمطار اليوم هتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة، خفيفة في أماكن متوسطة في أماكن، وكمان هتكون أمطار رعدية. الأمطار الرعدية واستمرار كميات الأمطار في المناطق الجبلية ده ممكن يؤدي تشكل بعض السيول على بعض الأماكن، مع بكرة إن شاء الله الأمطار تنحصر فقط في سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، مكملة معانا الحد والاثنين نتيجة تأثر المناطق دي بالمنخفض اللي هو منخفض السودان الموسمي أو منخفض البحر الأحمر، لأن المناطق دي بتتأثر بالكتل الهوائية الرطبة القادمة من على البحر الأحمر. لكن بنأكد أن المناطق الشمالية في استقرار تام، مفيش أي تأثير من سقوط الأمطار اللي بيحصل في المناطق الجنوبية. طيب المنخفض الجوي ده ليه تأثير على الملاحة البحرية؟ لا الحمد لله بشكل كبير مفيش أي تأثير على حركة الملاحة البحرية. ارتفاع أمواج على البحرين إن شاء الله
لا يتجاوز 2 متر. البحرين مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية، لكن احنا بس خلينا دايما نأكد ان احنا لما ارتفاع الأمواج بيتجاوز 1.5 أو 2 متر دايما بنقول للصيدة المصيفين أو الصيدة اللي بيحبوا يروحوا الشواطئ بلاش نتعمق داخل البحار، لأن ارتفاع الأمواج يكون مناسب لحركة الملاحة البحرية غير مناسب للصيدة المواطنين، فناخد بالنا بس من التعمق داخل البحر، مفيش قلق تماما، نقدر نستمتع بالاجواء، لكن بناكد على المناطق الجنوبيه والمواطنين موجود في المناطق الجنوبيه زي وسط جنوب الصعيد، مناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر، جنوب سيناء، خليج العقبه، اثناء سقوط الامطار، لان السحب دي سحب رعديه سرعات الرياح احيانا ممكن تزيد، فلازم نبتعد تماما عن المباني المتهالكه، اعمده الاناره، الاشجار، الواح الاعلانيه الموجوده في الشوارع. مهم جدا ناخد بالنا بقدر الامكان مرضى حساسيه صدريه والجيوب الانفيه، لازم نرتدي الكمامات، القياده تكون بهدوء تام على اغلب الطرق اذا كان مع الطرق اللي هيكون جنبها مقرات سيول، او حتى كمان مع وجود الاتربه اللي ممكن تاثر على الرؤيه الافقيه. وطبعا في معظم المحافظات واحنا بنقول الناس خلاص بدات ترتدي الملابس الصيفيه، ناخد بالنا بس فترات الليل يفضل ما تكونش ملابس صيفيه بشكل كامل، لان لسه في بروده في الجو، لسه البروده دي فترات الليل ممكن تكمل معانا لمنتصف شهر 5، فتجنبا لنزلات البرد ناخد بالنا بس من نوعيه الملابس بشكل كبير. ومهم جدا في فصل الربيع المتابعه الجيده للنشرات الجويه، لان فصل الربيع دايما معروف بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا الدكتوره منار غنم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، وعلى طول نبداها بالقاهره اللي العظمى فيها 31 والصغرى 18، العاصمه الاداريه 32 17، اسكندريه 23 16، العلمين 23 15، ومطروح 21 14، دمياط 24 18، بورسعيد 24 19، والاسماعيليه 31 18. السويس العظمى فيها 30 والصغرى 18، العريش 25 16، كاترين 25 12، وطابة 29 20، حلايب 30 24، وشلاتين 34 25، شرم الشيخ 35 24، الغردقة 34 22. الفيوم العظمى فيها 32 والصغرى 18، بني سويف 32 18، الوادي الجديد 36 20، اسيوط 33 18، سوهاج 34 20، قنا 37 23، الاقصر 37 23، اسوان 39 24. مشاهدينا دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه، وعلى طول هنروح لمنى ومحمد نكمل معاهم فقرتنا. شكرا ليكي لمنى.